هذه التهنئة مقدمة من أبو وافي اللهبي وأبو قصي الدوشي إلى الشيخ حسن قاسم المالكي بمناسبة تخرج ابنته من الجامعة، فألف ألف مبروك. على كل يتنادى بتتزحم ورودها والفل والخزام، على ديار خلان نرسل ألف تهنية يسمع بها داعي فرود ومياه هنية تقدير واحترام، باسم رام الملك تقدير ونبارك نجاحه. نزفي آية التهني في بعدها على كل يتغدى بتتزحم برودها والفن والخزام، على ديار خلان نرسل ألف تهنية يسمع بها داعي فرود ومياه هنية تقدير واحترام، باسم رام الملك تقدير ونبارك نجاحها. تبارك الشعار والفرقة وعودها عقبة للأديان بتوصل صعودها وتبلغ المرام، يا بنت شيخ انت على باب ثانية بيت التفوق في مجلة ثمانية، أصل وفاصل كرام سلف وعرف صدق ووفا تعليم شمس في صباحها، ندعي لها بالخير ونبارك جهودها في ظل شيخ عاشنا العليا يقودها ليرفع المقام. إذا تكلم كلمة من خالص النية على منصة الشرف في كل عانية، في الشر لا كلام في العلم والإرشاد وفي حل المشاكل وصلاحها. حصريا على قناة عدنان الرازحي للإنتاج الفني. ديار خلان نرسل ألف تانية يسمع بها داعي فرود ومياه هنية تقدير واحترام، باسم رام الملك تقدير ونبارك نجاحها. تبارك الشعار والفرقة وعودها عقبة للدين بتفصل صعودها وتبلغ المرام، يا بنت شيخ انت على باب ثانية بيت التفوق في مجالة سلف وعرف صدق ووفا تعليم شمس في صباحها، ندعي لها بالخير ونبارك جهودها في ظل شيخ عاشنا العليا يقودها ليرفع المقام. إذا تكلم كلمة من خالص النية على منصة الشرف في كل عانية، في الشر لا كلام في العلم والإرشاد وفي حل المشاكل وصلاحها.